السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباؤنا في عالم اليوتيوب بريكولاج. دونك طلعنا الفرنو هنايا، طلعناه باسكو كان مانستالي كارثة كاتاستروف. كان مانستالي بمجرد ما دخل يدك، شوف اليد ما فيه شحال فيها، شوف فيها 2 سنتيمتر. بمجرد ما تدخل يدك باش تجبد لابوسيير، تقيس الترموستات، شوف وين جاي الترموستات باختصار. شوف ها الترموستات تاعو، راك تشوف وين جاي الترموستات، تقيسها. دونك فكرت نطلع الفرنو هذا يطلع هاد 4 رجلين. طلعناه دوكا. كي طلعناه هذا يتقطع لهنا ويعاود يتسودا نوط الراكور. كيفاش باش تعاود تسودي انا الراكور؟ جيب انا الراكور هذا 14 ميتش باسكو تيو هذا 16. كي كاين بالبيار بوليس روحي منا فيلمي هنا. كي كاين بالبيار بوليس صبنا التيو هذا 16 ملم. اغلق زير عليه. هاوليك 16 ملم، قربي لهم لهنا يشوفون 16 ملم. وهذا ما يدخلش فيه 16 ملم، شوف راك تشوف ما يدخلش فيه 16 باسكو هذا 14. لازم تعاود تشري ان اوتر كولي، هذا يبقى 14 وهذا 16. قول له يعطيك 14 16. شوف كي دير هذا هكذا يعطيك 14، يحب يقول يدخل فيه انبوب 14. دونك قد كيفاش باش تحسب لي ميجر هادو؟ تركب هذا اللي تجيبو 14 16، تركبو هذا ماشي راح يبلاصيوه باسكو ما يجيش الدوزيام هذا. ومن المستحسن ومن المستحب ما تشريش باسكو كاين دي راكور دي هادي تجي قصيره وكاين يجو طوال. هذا دوك ما باش واش راك تشري واش تصيب. اذا ما تقطعش حتى تشري كل راكور دنيو حتى تجيب لو راكور تاعك باش تقطع. كيفاش باش تقطع؟ تركب هذا هكذا ودير عليه دير عليه ليكرو راكور، زير عليه راكور هكذا، زير عليه راكور حتى يتزير على اخره بجوان. جوان لازم يكون ماشي تزير بلا جوان باش نتفاهمو، تزيرو على اخره. ومن بعد هذا راهو مبوزي خلاص سي بون، راهو في بلاصتو. من بعد تحكم الروبر تاعك وين تقطع باش يكون على بالك. ما تقطعش هنا، ما تقطعش هنايا، لازم تحسب الحساب تاع لومبواتور هذا، لازم تقطع هنا في هذا المستوى هنا، هنا اسو نيفو لازم تقطع هنا هنايا. تحسب شحال كاين لومبواتور، شحال يدخل لومبواتور تحسبو بهاد البيان بوليس. المهم القطعة راح تجي، قربي لهم مليح هنا باش يشوفو، زيدي قربي شوية. القطعة راح تجي هنا في هاد المستوى هنا، هنا هاوليك، هنا يحبس التيو، هنا يحبس. ما تبعش لاكورب، لاكورب باسكو يبلوكي تيو، ما يزيدش يمشي داخل لاكورب. راك تشوف ورايا كاينه لاكورب هنايا، اللمبوط شغل تشبه شغل اللمبوط هنا، ما تحسبهاش، احسب فوقها منا من ليكستريميتي حتى لهنا. دونك يتقطع هنا في هذا المستوى هذا، يتقطع هنايا يتقطع في هذا المستوى هنا. ومن بعد هذيك تنحيه تكون عندك ان شونس مادام
وري لهم هنايا هنا هنا داخل التيو هذا وري لهم كاين راكور نحي راكور ديمونتي راكور ديمونتي الكولي تاعك الراكور سوديه سوديه يعني في بلاصه كاين تاع سوديه كيفاش تجي لهنايا تبدا تبريكولي تحرك في الحيط وعندك فرصه باش نحي الراكور نحي الراكور نحي ديمونتي نحي الراكور سوديه ودير عليه ريتاس جربو شوف اذا سوديتي اون بون سودور 360 دوغري ومن بعد كي تركبو افتح الحنفيه تاع الغاز ودير لي تيست تاعك تاع الصابون للعلم باش يتسودا راح نسودي هنايا بلا فوسفور ودير لي تيست تاعك بشكل امن تاكد بلي ما كان حتى تسرب بعد تعرف بلي خلاص ما كان حتى مشكل نهار اللي نسوديه ندير لكم فيديو السلام عليكم في امان الله.